والله يعني على حد علمي يعني، وأنا قريب من مصدر القراءة، بأن العراق توجهات نقية تجاه الكويت. السيد وزير خارجية العراق للأمانة يعني منذ توليه الحقيبة الوزارية يعني قبل عام، وحتى رئيس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي، لديهم يعني شعور بضرورة عودة العراق إلى عمق العربي، ومن ضمن هذا العودة إلى العمق العربي هو يعني تصفير المشاكل ما بين الجارتين الشقيقتين العراق والكويت على ضوء على 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 وفق القرارات الأممية وعلى قاعدة حسن الجوار وعلى الجامعة العربية. العراق يعني خلال الأشهر المنصرمة هنالك يعني تبادل رسائل، هنالك اجتماعات يعني ثنائيه، هنالك لقاء اكثر من لقاء جمع وزير خارجيه العراق مع وزير خارجيه الكويت، ايضا الامير الجديد يعني الامير الكويتي الجديد ايضا يعني عنده باجره حسنيه تجاه العراق حينما اوقف العمل في ميناء مبارك في يعني وهو لها بعد سياسي كبير تجاه العراق. اي بمعنى ادق يستطيعان العراق والكويت ان ينشأوا علاقات استراتيجيه جديده، لان كلا الدولتين لا تعاني من ازمات اقتصاديه، لديها موارد هائله، الكويت لديه موارد هائله، العراق لديه موارد هائله، العراق يعني الكويت لديها رؤوس اموال كبيره، العراق لديه يعني سوق واعده للاستثمار، ويمكن هنالك يكون تعاون مشترك ما بين العراق والكويت. انا اقول الفتره القادمه العراق يعني ليس لديه خيار الا جمع الشتات ولملمه الاوضاع ومن اجل يعني التقارب العربي حتى يواجه التحديات الاخرى الموجوده في الاقليم.